جرى اليوم اتصال هاتفي بين حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه واخيه صاحب الجلاله السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقه تم خلال الاتصال تبادل التهاني والتبريكات بمناسبه حلول عيد الاضحى المبارك دعن الله عز وجل ان يعيد هذه المناسبه على الشعبين والبلدين الشقيقين بمزيد من الرفعه والتقدم والازدهار